لأنه الزيارة فيها جوانب اقتصادية مهمة جدا خاصة في هذه الفترة. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل وآراء أخرى وتعليق أيضا من دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير يا فندم على حضرتك واستاذ المشاهدين. يعني الزيارة يمكن تحدثنا منذ قليل مع سعادة السفير، ويبدو أن الزيارة، خلينا نروح للجانب الاقتصادي أكثر، إزاي أقدر أستفيد من تجربة البرازيل خاصة في هذه الظروف اللي بيمر فيها اقتصادنا، ونقدر يعني ننهض ونتقدم ويبقى أفضل؟ الحقيقة طبعا البرازيل ذات تجربة جيدة في النمو الاقتصادي وإحداث الطفرة، حيث أنها كانت في القرن الماضي كانت دولة متعثرة وكانت تعاني من الديون الكثيرة، لكن النهاردة أصبحت تاسع قوة اقتصادية في العالم وبتحقق معدلات قوية، ولكن وهي تتشابه مع الدولة المصرية في أشياء كثيرة جدا. أولا رأس المال البشري، الدولة المصرية تتوافر فيها رأس المال البشري، عدد سكانها كتير والبرازيل عدد سكانها كتير. الدولة المصرية كانت عبارة عن البرازيل كان عبارة عن اقتصاد ريعي قائم على الزراعة والزراعي وغيره، لكن النهاردة أصبحت اقتصاد تخليقي قائم على تحقيق معدلات صناعية، واستطاعت أنها تحول هذا الأمر وتكون ضمن الدولة العشرين الكبار، وهي النهاردة هتبقى رئيس العشرين في الدورة القادمة. إذا في هذه الحالة هنا لازم ندرس التجربة دي من خلال أولا البرازيل استطاعت أنها تستخدم التكنولوجيا استخدام جيد، واستطاعت أنها تستورد التكنولوجيا المناسبة ليها وتحقق تنمية تتناسب مع رأس المال البشري كثيف العمل وليس كثيف الأموال، الأمر اللي خلاها النهاردة دولة ذات قيمة. أما يتقي البرازيل، أولا استخدمت ثلاث استراتيجيات. أول استراتيجية عملت على توسع الطلب وتشجيع الطلب، بمعنى زيادة الطلب على منتجاتها، وده كمان خلاها تخفض سعر الفايدة عشان تقدر تحول الصناعات التحويلية وتعمل مشروعات صغيرة متوسطة وتجذب الاستثمارات، وبالتالي النهاردة هي اشتغلت على السوق المحلي بشكل جيد جدا، السوق المحلي، وفي نفس الوقت زادت الدخول، فأصبح النهاردة متوسط دخل المواطن البرازيلي يتجاوز 12 ألف دولار، وبالتالي في هذه الحالة أصبحت النهاردة البرازيل من أصحاب الدخول القيم. الأمر الثالث وهو قدرتها على التصنيع وتحويل الصناعات، فأصبحت النهاردة متقدمة في الصناعات الزراعية، تحويل الصناعات الزراعية باعتبارها زراعية، والصناعات الحيوانية وغير ذلك من الصناعات، وهي كمان في نفس الوقت كمان هي دولة مصدرة للحبوب ودولة قادرة على إنتاج الحبوب. طيب يجي هنا الدولة المصرية كيف نستفيد من هذا؟ الدولة المصرية النهاردة كمان البرازيل بالإضافة للنقاط السابقة أصبحت النهاردة هي عضو مؤسس في البريكس، والدولة المصرية انضمت للبريكس، من هنا يأتي أهمية اللقاء وطبيعة التعامل. أهمية اللقاء بين دولتين كبيرتين، في أمريكا اللاتينية البرازيل تعد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وأيضا مصر تعد من الاقتصادات الكبيرة في أفريقيا. إذا التعاون النهاردة موجود والتبادل موجود والتاريخ الاقتصادي والسياسي ما بين الدولتين كبير جدا منذ عدم الحياد. يعني سؤالي الأخير بس عشان وقتنا، السؤالي الأخير اللي هيهم الناس كمان أنها تعرفه، هل هنا ممكن أن تبدأ أن يكون التعاملات طالما أننا تحت مجموعة البريكس يكون التعامل والتبادل ما بيننا وبين البرازيل في الاستثمار أو أيضا في العلاقات التجارية يكون بالعملة الجنيه المصري أو بالعملة البرازيلي، وهنا نقدر نبعد عن الدولار، ولا ده لسه مش قائم؟ الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، تعتبر في هذه الحالة هي مقاومة للسيطرة الدولارية، والدول الاقتصاديات الناشئة اللي زينا وزي البرازيل بتعاني من شح الدولار، وبالتالي انضمام مصر والبريكس النهاردة قدام استراتيجية كبيرة، وهو التعامل ما بين الدول المختلفة بالعملات الوطنية. وهنا يعطي فرصة للدولة المصرية على زيادة التبادل التجاري مع البرازيل بصفة خاصة ومع كل دول البريكس بصفة عامة لتخفيف الضغط الدولاري على الموازنة العامة، والتعامل في هذه الحالة قدرة على جذب استثمارات من هذه التكتلات أكيد. من هذا التكتل بالتحديد، وهيبقى بالنسبة لنا أفضل بكتير. يعني نتمنى الخير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار.